بسم الله. عندنا النهارده فتح باب الغساله الايديال الزانوسي. طبعا الايديال ده عندي الاكره دي لو اتكسرت او الاكره اتلقيتها مهويه كده معايا يعني مكسوره ومش عارف افتح الباب، بفتحه ممكن عن طريق جوه، بس الفن طبعا بيفتح عن طريق جوه لو عرف بيفتح السقف وكده، او الطريقه الثانيه اللي انا بجيب حبل زي دوت كده، دوت رباط شوز انا جايبه عشان بيبقى رفيع شويه عشان املك اعمل بيه. هنشوف كده بنفتحه ازاي. طبعا باجي هنا كده اقرب كده، باجي هنا في الحته دي كده وبخش من اقرب حته اهي، دخلنا كده بديت خلاص اهو، خلاص كده ملكت اللي هو دخل جوه عندي. يا دوبك بس اشد من فوق ومن تحت كده، يبقى الفتله عندي من فوق ومن تحت، واشد لورا مع الشده دي كده خلاص الباب اتفتح معايا. بقدر افك الاكره وبغيرها، طبعا الاكره ده عشان تتغير بفك عند المسامير اهيت، بفك المسامير ديت على قد ما اقدر، بفك اكترية المسامير اللي هي النص اللي قدام، وبفتح الباب وبفك بغير الاكره من قلبها من جوه. شكرا.